بزنس سبور. رجعنا لكم في بزنس سبور، ما زلنا مواصلين معكم حتى للتسعة متاع الليل. ما زلنا نحكي على مجموعة سوسيوس سيا، دونك يحضر معنا الأستاذ محمد أمين شباك، عضو اللجنة القانونية في النادي الإفريقي والمسؤول في صيغة القانون الأساسي. مرحبا أستاذ، وكيف العادة رفيق الهرجام العالمي المختص في الاقتصاد الرياضي. مرحبا رفيق. أهلا. كنا نحكي قبل الأخبار على مدى تقبل اليوم المشجع سواء في تونس، وحكينا زيادة حتى على أمثلة البرة، حكينا على مفهوم سوسيوس في النادي الإفريقي. لكن من أهم الحاجات، وانت تعرف رفيق، اللي هو المال، المادة، الاقتصاد، التسويق، الأشهار. اليوم نعيش في عالم تسويقي، نعيش في عالم مواقع التواصل الاجتماعي، عالم رقمي. اليوم معناتها المجموعة سوسيوس اليوم يظل قدام عمل كبير برشا القدام من الناحية التسويقية. بالطبع التسويق هو كل شيء، مش في الرياضة برك، الماركتينج والتسويق، تسويق الصورة وتسويق المنتوجات هو التكنيك، وهو الوسيلة اللي تخليك تطور المشروع اللي تخدم عليه والمنتوج اللي تبيع فيه. دونك كل حاجة تسوق في الدنيا هذه يزمها استراتيجية، يزمها دي تكنيك، فما ذكاء في التعامل مع الصورة، مع الوصول للمستهدف. شكون المستهدف؟ إذا أنت باش تسوق أنت سوسيوس، شكون شكون تبيع باش نسهله؟ فما برشا وسائل وبرشا إمكانيات وبرشا وسائل إشهارية وبرشا أنا رأي اللي في وضعية سوسيوس في تونس، أول حاجة كتسويق قبل ما نحكي على التسويق الرقمي، يزم نسوق الفكرة، يزم نسوق الفكرة بتعريفها القانوني البسيط، ورفع كل التباس لما يمكن أن يدور حولها معانتها من تشويش. إذا توصل في صفوف الأحباء العاديين، هذه أصعب حاجة، لأنه سوسيوس نحبه ولا ما نحبوش، في نوع ما نقولش نخبوية، ولكن ما هيش سوسيوس، ما هيش حاجة عامة جدا، لأنه مجموعات السوسيوس والسوسيوس ان جنرال فما مستوى معين تعليمي ثقافي، مغلبهم كوادر. هذه الفكرة الأولى، عندها خصوصية، عندها خصوصية وعندها نوع معين حد أدنى من المعرفة، من الإمكانيات، من العلاقات، من كل شيء. التسويق يزم يصير على مستوى الأحباء العاديين اللي راو يدخلوا فيها الأحباء العاديين نجموا، ولكن فما نوع من القرارات وفما أفكار ما تنجم تجي كان من النخبة هالسوسيوس، لأنها ناس عندهم تكنيسيتي، ناس عندهم خبرة، مش حتى في المجال الرياضي. انت اليوم مش تحكي على إعانات عينية، تبقى انجينيور معناتها يعرف كيفاش يتعامل مع الضوء، الماء، الغاز، الاتصالات اكسترا. معناتها اللي سوسيوس نسوقوها كثروة، ثروة بشرية، معناتها تنجم تكون هي الترناتيف ومجموعة نخرجوا منها مسيرين غدوة، من غير ما يصير صدام على المديرة الحالية، لأنه كل هيئة مديرة ليش مش تقعد تخلد 20 30 40 سنة. التجربة سوسيوس كممارسة كحوكمة فيها صراعات، خاصة في وسط سوسيوس بيدهم وما بين المجموعات، كما تو ناخذوا المثال نتاع اللي قال الأستاذ النادي الإفريقي، غدوة راهو باش تحطهم كل فرد مجموعة، مش حاجة سهلة، راهو الحوكمة نتاعها وباش تقنع الناس أنهم يتخلاو على الهوية الأصلية نتاعها وباش يمشيو لهوية جديدة، كيفاش باش تكون العلاقات وكيفاش باش يذوب الكيان القديم في الكيان الجديد هذايا. الصراعات موجودة في كل وقت، فما ناس تحب ديما تستأثر، وهذا عادي راهو في كل نادي، في كل مجموعة بشرية تخدم في رياضة وغير رياضة، في حزب، في شركة، فما شكون اللي هو يغلب صاحبه، فما منافسة في كل شيء، بقى فما الحوكمة. دونك انت سألتني استغلال الديجيتال، اليوم استغلال الديجيتال في توسكي أفكار تمويلية، أفكار تبيعان منتوجات مرشندايزينغ نتاع النوادي، هذه راهو بحر كبير، معناتها منجم تاع ذهب. كيف كيف توسكي رقمنا، رقمنت تصرف اليوم بالخبرات اللي موجودة في السوسيوس هذوما، يعاونوا النادي متاعهم في رقمنة أساليب التسيير، في الليسانس، الأمور البدنية والأمور الفنية، في السكسيون بتاع الشبان، في الرياضة النسائية، في تطوير وحتى في رجوع لتاريخ النادي والأرشيف متاع النادي. بارش حاجات نجم تصير عن طريق الرقمنة وعن طريق استعمال التكنولوجيات الحديثة اللي سوسيوس باعتبار التكوين متاع المؤسسين متاعها والعناصر متاعها نجم تكون مفيدة برشا. ولكن نرجع نقول أول حاجة يلزم العباد تعرف
شنو ما حدود والصلاحيات نتاعها ماهيش باش تجي تضر وتخلق عنصر نتاع صراع ومنافسه مع هيئه منتخبه. هذا هو نرجع نعاود ناكد عليه الفكره سوسيوس استاذ معناتها كما يحكي رفيق اليوم تجاوزتوها مرحله انه تسوقوا للفكره معناتها نحو افكار تسويقيه تجاريه اقتصاديه والا لا ما زلتوا في مرحله الفكره؟ به معناها للتوضيح انه بصفه قانونيه اليوم معناها اوفيسيلمون سوسيوس الافريقي مازلت ما تكونتش، احنا بصدد التكوين وقاعدين نخدموا المشروع نجم نقول تقدم بشوط كبير وكبير جدا. النسبه نجم نقول 90% 90% وبحول الله ان شاء الله على قريب معناها تم الاعلان في الاطار معناها الرسمي على التكوين ان شاء الله. ما انا مانيش مؤهل باش نعلن الشيء هذا. حبيت نعمل بتيت نيونس بربي بارابور على التسويق، لانه التسويق لهنا نحكي على التسويق نتاع المنتوجات نتاع النادي اللي هو في الكام تاعنا لهنا مثلا النادي الافريقي اللي عنده البراند نتاعو اللي عنده المنتجات نتاعو. صاحب الحق وصاحب الملكيه هو النادي الافريقي كما قلت لك قبيله، راهو السوسيوس باش تكون جمعيه مستقله. السوسيوس ما تنجم تقوم بتسويق المنتجات هذوما الا بترخيص من المالك نتاع الماركه هذيا نتاع البراند هذا اللي هو النادي الافريقي. وهذا ممكن في الاطار اللي تصورناه واللي تخيلناه واللي حطيناه، انه فما معناها تشارك بين الجمعيتين باش نوصلوا انه الهدف لهدف واحد النهائي، انه كما قلت لك نوفروا موارد قاره. كي نقول موارد قاره تنجم تكون ماديه او عينيه، وصارت هذه قبل معناها انه جمعيه من الجمعيات المحيطه بالنادي الافريقي مثلا تكفلوا بتصليح تيرانات الهوند في البارك، او اعانات معناها عينيه للوليدات الصغار مثلا في الفرونتري سكولير تم توزيع كراتب اكسيتيرا برشا معناها ليزاكسيون برشا فوالا ليزاكسيون سوسيال صارت. دونك دور سوسيوس انه يحاول يوفر او ماكسيموم الموارد القاره هذيا كسوسوا ماديه او عينيه، يحاول يساهم يكون معناها اون فورس دو بروبوزيسيون، معناها يقترح افكار بعد الهيئه المديره تقبل ما تقبلش هذيك سي اون اوتر بير دو مانش. اني كيما قلت لك تكون قوه مقترح بارفوا تاخذ هي على عاتقها تنفيذ المشروع كريمون، اما ديما بالتشارك مع الهيئه المديره. معناها راهم يلسون تو لي دو النادي الافريقي والسوسيوس راهم بصفه عليهم باش يخدموا مع بعض. هذا هو الاثنيه اللي ماشيين فيها كما قلت لك، مع وضع اليات رقابه داخليه صلب السوسيوس ورقابه مشتركه في اطار اللجنه تكون فيها ممثلين على الجمعية هذه والجمعية هذه باش الناس كل تخدم في إطار الشفافية معناها التامة. على خاطر مهم جدا أنه اللي يعطي دينار يعرف كما قلت لك الدينار هذاك وين مشى. تفضل. القانون الأساسي نتاع جمعية النادي الإفريقي ولا نادي الصفاقسي ولا اللي هو يتم التنصيص عليها على التجربة هذه نتاع السوسيوس والعلاقة معها ولا كيفاش تراها؟ نحكي لك قانونا، نحكي لك على التجربه نتاعنا احنا وقت اللي خدمت، كان لي شرف اني انتميت للجنه اللي قامت بصياغه القانون الاساسي الجديد نتاع النادي الفريق في الصيف اللي تعدى. بيان سور هيئنا الارضيه لخلق السوسيوس. كيفاش؟ حتى كيما قلت انت خارج، معناتها خارج ماهيش تابعه للكلوب، اما في القانون الاساسي نجم ينص عليه. اي ليه؟ هو طبعا هو الاول حجر الاساس اللي ينظم السوسيوس هو القانون الاساسي للنادي الافريقي. كيفاش؟ لانه وقتها خممنا مع الاخيين اللي قاموا معناها بصياغه القانون الاساسي للنادي الافريقي، انه حطينا الهيكل الاساسي نتاع السوسيوس كيفاش باش يكون. اللي صار من بعد هو التنفيذ، لانه في القانون الاساسي تاع النادي الافريقي ايش قلنا؟ قلنا باش نخدموا في اطار شبكه الجمعيات اللي هي يسمح بها القانون، ما نجموا نتحركوا كان في اطار القانون. شنو يمكننا القانون؟ يمكننا انه نعملوا شبكه جمعيات. في اطار شبكه الجمعيات هذيا باش تكون فما جمعيه السوسيوس اللي هي باش تكون تتفاعل مع جمعيه النادي الافريقي. نقحنا القانون الاساسي للنادي الافريقي، ومن بعد بدا العمل على كرس الشروط اللي باش ينظم العلاقه بين زوج جمعيات، ثم تعدينا للقانون الاساسي نتاع السوسيوس اللي هو
معناها يلزم كان من لازم أن يكون متناغم ومتناسق مع القانون الأساسي للنادي الفريقي. ما نجمش القانون تاع النادي الفريقي يقول حاجة والقانون يقول حاجة. معناتها لازم الشراكة في كل شيء لهنا رفيق معناتها. باعتبار أنه فما مصالح مشتركة والهدف هو مشترك، بقى الأدوار تتبدل وكهو، خاصة كما سمعنا فما حقوق ملكية الفكرية، أنت باش تسوق المنتوجات اللي عند البراند نتاعها عنده في أمور قانونية وحقوق ملكية ورخصة استغلال معناتها، وفما كيف كيف مراقبة مالية لأنه هذه عمليات مالية مهمة يلزم فيها شفافية، فما فاتورات، فما دي بيلون باش يتعاملوا. وباعتبار النادي إذا نعملك ترانزيسيون للسؤال للقانون الهيكل الرياضية، النادي قاعد باش يمشي يتحول للشركات الرياضية، مازال مشروع مبهم ما نعرفوش توا خرج القانون، ولكن الحق معناتها توا كيفاش باش تصير العمليه، خاصه ل معناتها للوسائل واجراءات واليات الرقابه والحوكمه الرشيده باش نتفاداو ما كل ما يمس من شفافيه العمليه هذه والتحويلات الماليه والعمليات وسوء استغلال النفوذ وسوء استغلال صوره النادي، لانه كل تصرف ماهوش شفاف في السوسيوس مش حتى يضر بسمعة السوسيوس كفكرة، ولكن زادة كمشروع كنادي كمصالح وكحقوق نتاعه. هاني قلت لك ممكن ما حكيناش زادة البرة زادة راهم السوسيوس يوصلوا حتى الكونسواف معناتها جملة الملاعبية نتاع النادي يتبعوهم الاكومبانيمون نتاع لي جون نتاعهم يخمونهم في كلانسيرسيون في الاندماج الاجتماعي راهم فما انكادرومون كبير برشا معناتها هذه آلية من آليات النادي تمكنوا باش يحسن التصرف في الموارد نتاعه تخمام حتى في موارد جديدة. لي سوسيوس نراهم أكثر مثلا في توسكي تجهيزات اللي بالفايدة هو البنية التحتية الرياضية. إذا تحب تطور نادي نتاعك إذا تخدم على 15 سنين بنية تحتية استثمارات في البنية التحتية الرياضية، وهذه تتطلب بما أنه التمويل العمومي أصبح شبه مستحيل البلديات غير قادرة باش تتوفي توا النوادي تأخذ على عاتقها، وممكن في قانون هذا يجي تاع الهياكل يقرأ حساب الشيء هذا، وممكن زادة النوادي يزمها تقرأ حساب الشيء هذا وكيف كيف ديما المفيد الشفافية المالية على خاطر ماك تعرف ديما الأفكار الجديدة هذه تخوف. اليوم النوادي ما همش بنكابل معناها اليوم ما نجمش نمشي انا للبنك نقول لها سلفني فلوس خاطر عندي ضايقه ماليه ولا خاطر نحب نطور اليوم جمعيه ما نجمش جو ليف دي فون ما نجمش نمشي فوند انفستيسمون ما نجمش تاخذ اصول. هذا اللي خلينا نحاولوا نجتهدوا في النادي الافريقي مثلا ونخلقوا دي مونتاج جوريديك في اطار ديما نقول الممكن ونعملوا شركات ومعناها باش نجموا نتأقلموا مع الوضع الحالي. لكن لازم جدا تسبق الأحداث علاش القانون ما يمكننيش أني أنا نكون في إطار معناها الجمعية تتحول إلى شركة علاش معناها أنت طرحت السؤال أنا السؤال هذا نسأل فيه الروحي عندي 15 سنة علاش لمصلحة من معناها التدهور اللي قاعد يصير هذا أنه انهيار المنظومة الكل راهو المنظومة متاع الاقتصاد الرياضي الكل مهدد بالتلاشي اليوم هاو لي زونجو الكبار معناها ماشي أودولا دو النادي الافريقي والنادي الجمعية جميع الأندية غدوة ما عادش باش يكون فما الرئيس لو ميسان حتى اللي موجودين توا اسكو غدوة باش يكونوا موجودين ولا لا معناها التجربة هذه ورات لي ليميت نتاعها دونك يلزمنا نخمو في المستقبل. المستقبل هو شنو؟ هو انك توفر الإطار القانوني باش تكون شركة باش نجم يجي مستثمر أجنبي حقه يطور ويربح وانت تربح معاه باش تولي انت تتعدى البالي آخر. حاضرين لهذا الكل احنا ولا استاذ؟ بصيف علينا يلزمنا نكونوا حاضرين بصيف علينا ونا با لو شوا اما هي تعطيني خاطر القانون باش يكون هي القاطرة اللي الفا تيغي فيغ لو او باش تجبد فهمت. اليوم رانا احنا معناها راه واقع يبكي راه الواقع نتاع الرياضة. نقعد السؤال وقتاش القانون مش هبت وشنو مال لي فوندمون وشنو الافكار مش يجيبهم والقوانين اللي مش يفرضهم خاطر سمعنا برشا كلام. فما هيئة خدمت وقدمت مشروع ويقال في الكواليس وهذا حديث موش حديث نتاع إشاعات أنه صارت عديد التحويرات على القانون النسخة الأولى منه والحد الآن أنه الوزير تكلم عنده في 2000 آخر في 2022 قال في كلك الأسابيع القادمة احنا توا دخلنا في فيفري مقيد معناتها إذا نسخة صار فيها تعديل ولا هبت يا أخوي خلنا النوادي تعرف روحها باش من هنا للموسم الجاي تبدأك ويلزم زادا نحبه ولا ما نحبوش بتاتا نخرج شوية على الموضوع هو موضوع الحسة. قانون الهياكل الرياضية حكينا وقتها أسامة هو معنا اليوم الأستاذ أيمن
يلزم نوع من التثقيف والتوعية، حتى مش حاجة سهلة مش تعدى الشركة. ممكن اعتبار يلزم إن شاء الله القانون هذا يقرأ حساب فترة انتقالية باش ما يكونوش نطبق القانون التجاري نتاع الوحده بحذافيرها على نوادي، خاطر مازلنا بعد شويه، خاطر كي تقول شركات تقول تي في كيما قلنا امبوزيشن دي ديلي تنجم توصل لازم نوع من التمهيد ونوع من اجراءات سهله ما نصعبوهاش على النوادي باش تخليها قادره باش تستقطب رؤوس الاموال وتستقطب الناس اللي تحط فلوس. اليوم المشكل مشكل مالي ومشكل تسييري، اذا تجيب انت الناس اللي عندها الفلوس وتعمل أطر قانونية باش الناس تعرف تسير وعندها محاسبة، خاطر رد بالك قانون الجمعيات يحمي زادة برشا نوادي مسيرين في نالمو هو متطوع وجمعية ما عندوش مساءلة قانونية كيما تكون الحال تاع شريكة وفيها رؤوس أموال ورأس مال وفيها مرابيح ويزمك تربح، أنه كيما تربحش فيها مصروف زاد فيها مصروف، إذا ما تربحش توصل لحالة إفلاس فو بونسيس لا دونك وهل يتقبل الجمهور وهل يتقبل الجمهور إفلاس جمعياتي؟ دونك هاني قلت لك يلزم فترة انتقالية من الأول معك على طول الخط. هي فقط ديما احنا نظروا للتجارب المقارنة ما نخافوش من الإفلاس، تعرف علاش؟ على خاطر التجارب المقارنة راه وقت الجمعية باش تولي شريكة راهي الجمعية ماهيش باش تندثر، الجمعية باش تقعد هذيك تمثل الانتماء والجانب المعنوي، الشركة هي تنبثق من ولا اما الشركة هي سي لاسبي فينانسمون لاسبي بيزنس لاسبي ينجم المشروع هذا اللي ينبثق ينجم يفلس ممكن معناتها فهمت معناتك صحيح تحت الديفيزيون 2 3 على خاطر معناها ان بلو لي كاباسيتي فينانسيير باش تخلص معناها الدينين موجوده زي معناتها في عديد معناتها البطولات الاوروبيه كنا نسمعوا في اسماء عديد الجمعيات معناتها خذ مثال اليوفي ديرنيرمون نحاول 15 نقطه على اساس اشكاليات محاسبيه، فما امور نتاع بلو فاليو في جوارات ومش هي بركه مش تجي العقوبات النوادي الايطاليه اخرى والفير بلاي فينانسيير دونك النوادي معنيه، ولكن لونتيتي راهو العباد مره اخرى كما قالوا السيد راهو كي نادي كيفاش يولي شركه مش نادي ولي هو نادي باش يقعد كونتيتي، وفي الشركه الجديده يبعث شركه نتاع كره قدم يبعث شركه نتاع كره اليد شركه رياضه نسائيه ما نعطي في امثله فهمت ويكون هو لاكسيونير ماجوريتير وعنده الدروا نتاع البلوكاج في التسيير وينجم يملك زيت بالطبع وتولي عندك اصول تنجم تملك دي ريستورون تملك اراضي تبيع وتشري دي اكسيون بالعكس تحرمك القيود نتاع قانون الجمعيات هذه اللي يحصل ما يخليش النادي سطور وسمول، خاطر انت عندك نوادي توا بالسوسيوس وكل شيء عندك نوادي عندها قاعده شعبيه مش كان الاربع نوادي عندهم شعبية. حتى نوادي الاخرى في المحيط نتاعهم يتسمى عندهم شعبيه معينه أكيد. وعندهم حضور وعندهم اصول وعندهم راس مال بشري وراس مال معنوي اللي هو منيابل اللي هو ينجم ترجمه بفلوس وثروة. وعند كما قلت أنت التوانسة اللي قاعدين يتبعوا معناتها موجودة في الخارج معناتها اللي ينتميوا الجمعيات الكل معناتها في تونس، دونك لهنا زاد أفونتاج كبير بأنه الجمعية ذيك من المحلي تنجم تخرج العالمي. طبعا صحيح طبعا هذا هو، ونعاود نذكر التجارب المقارنة معناها اليوم تجارب مقارنة أول حاجة الجمعيات الشركات الرياضية عندها خصوصيات متاعها ناخذ بعين الاعتبار معناها اللي هي تنشط في مجال رياضي دونك مش نطبق عليها مجال الشركات التجارية بحذافيرها، ليه باش تكون عندها خصوصيات باش تكون زادة لازم اوبليغاتوارمون فما اون بيريود ترانزيتوار لازم بيريود ترانزيتوار، على خاطر احنا اليوم تي فما جمعيات مازالت ما دخلتش في الاحتراف معناها باش نتعداو للشركات اوكي معناها اللي نجم يتعدى يتعدى والاخرين نخليو لهم فتره انتقاليه والوقت باش يخلطوا وجايين وجايين معناها معنا وين هاربين هذاك هو المستقبل دونك ايش بيه معناها كي نبدا انا كجمعيه مساهمه في الشركه ونخلي رؤوس الاموال كسواء الداخليه ولا الخارجيه تدخل وتستثمر وتربح علاش لا على خاطر كي تربح هي انا باش نربح كشركه وكجمعيه دونك معناها ونا با لو شوا تري بيان خلي كلمه الختام رفيق الحلقه حلوه برشا خاطر عمسينا موضوع مهم برشا اللي هو نتاع السوسيوس ان شاء الله تجربه تعمم في النوادي الاخرى على خاطر مش زوز ولا ثلاثه نوادي فقط المين شاربين منه سوسيوس هي خيار المستقبل هي تمشي مفروض وتمشي يأكد أنه النوادي ما عادش مرتبطة بشخص بسبونسور معين أو شخص رئيس اللي هو يمول اللي هو يقف عليه المسان يقف عليه اللي يصنع الربيع وحده لا اليوم النوادي ملك لجمهورها وجمهورها عن طريق سوسيوس يمول يراقب يدفع الفلوس يجيب الفلوس ويطور البنية والصورة ومستقبل ناديه واضح أستاذ هذا هو معناها تبارك الله إلى تودي السوسيوس هو المستقبل أنو
دو ديسيي معناها باش نحاولوا نرسخوا هالثقافه هذيا وبشويه بشويه معناها يكون واقع نعيشوا به ونعيشوا معه. واضح يا سيدي، بارك الله فيك استاذ محمد امين شبكه على حضورك معنا، شكرا لك رفيق الهرقام، بارك الله فيك، يعطيكم الصحه انتم زيد اللي تبعتونا. نسلم برشا زيد على هشام كان معنا في الاخراج، امين في الديجيتال، قلكم ليتكم زينه في لامن الناس كلها.